إذا بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد. كما يعلم الجميع تم يوم أمس التعاقد مع المدرب المخضرم ابن الدار سي عزيز العامري بعد نقاش مستفيض داخل المكتب المسير للفريق المغرب التطواني. الحمد لله كان هناك إجماع على هذا المدرب هذا بحكم أن الجميع يريد العودة على المستوى الأداء وعلى المستوى النتائج الفريق اللي خد البطولتين واللي لعب المونديالتو، وبالتالي تم التوافق على هذا المدرب على أنه إن شاء الله نحيو ذكرى الفريق اللي خد تتويجين داخل ملعب ثانية ترمل، واللي إن شاء الله غيكون هذه السنة هذه كذلك في الأفق والطموحات الجمهور ديالنا. واليوم جينا كنوب على السيد الرئيس وكذلك أعضاء المكتب المديري باش نقدموا السيد عزيز العامري للاعبين والأطقم التقنية باش يبدأوا إن شاء الله اليوم أول حصة تدريب ديالو مع الفريق، على أساس إن شاء الله نهار يوم السبت غيحضر مع الفريق داخل ملعب ثانية ترمل باش يكون إن شاء الله ضمن الطاقم التقني وعلى رأس الفريق باش إن شاء الله نحقق نتيجة جد إيجابية مع فريق حسنية أكادير.